راديومات لا راديو كي فوز ايكوت. حضرنا في المسابقه هذه اليوم سمعنا خمسه اصوات دونك باش يقعدوا منهم ثلاثه اكاهو و عندي مفاجاه تم بعد نقولها لكم. نحب من الاول مع الاستاذ اسامه فرحات اليوم حاضر بحذانا، سعداء وانه يكون معانا اليوم منورنا. ولو انه اسامه قال لي انا ماذا بيا تخليوهم الخمسه. ايوه انا ما عنديش راي. نشوفوا مع الاساتذه بالطبيعه الفقره هذه هي بالتعاون مع اكاديميه الفنون بنابل. اليوم يحضروا معنا الاساتذه مجدي داود، نور الدين الشريف، سمير ونيسا. دونك اليوم سمعنا ريم شلبي، سمعنا نور حمروني، سمعنا إريج دغيس، سمعنا ملك بن أحمد وسارة الزين. دونك مجدي أنت باش تقول لنا شكون، أعطيني شكون باش يقعد. شكون باش يقعد؟ الأصوات الكل استمتعنا معاهم اليوم. دونك اتفقنا أنه مش نقعدوا معنا، مش تقعد معنا بطبيعة آخر صوت سارة الزين. سارة الزين مبروك سارة، مبروك. إذن استمتعنا بغنيتها بصوتها بضحكتها برادوسها برادوس يقولوش أنا مأثرة أنا كيف كيفكم والله لا نعرف شكون قاعد كيف كيف. أريج دغيس مش تقعد معنا مبروك أريج، استمتعنا زادة بحنية صوتك، والمرة الجاية مش تختار أغنية كما قالك زي أسامة أغنية عففرادي عففرادي ولا نختار أغنية عففرادي ردوا السلام ولا السلام ده غالي ولا مثلا أكيد. وكذلك صوت الثالث دونك قعدوا ثلاثة شكون الصوت الثالث؟ ريم شلبي مش تقعد معنا في الصوت الثالث. وبالنسبة الملك اختيارها المرة الأخرى، لا مش شكون كلمة ملاك، اختيارها المرة الأخرى كان أحسن من اختيار المرة هذه. هذيك علاش يعني تأثر شوية، لكن هذا ما يعنيش أنه صوتك يعني صوتك باهي مزيان، وأكيد فما فرص أخرين. كيف كيف نور حمروني الاختيار مع الكلمات مع الأداء إن شاء الله فرصة أخرى. دونك باش يغادرونا اليوم للأسف ملاك بن أحمد ونور الحمروني، مي بالاتفاق مع معد الفقرة هذه مروان بوميزة قلنا وأنه باش نعطيكم فرصة أخرى، ولكن الفرصة هذه كيفاش؟ الفرصة هذه يلزم الجمهور هو اللي ينقذ ويحدى فيكم. دونك الفيديوهات متاعكم باش تهبط على صفحتنا على الفيسبوك، واللي باش يختارها فيكم الجمهور باش ينقذها باش توصل معنا. دونك هوني عندكم انتوما اهم حاجه الجمهور، كلموا الاصحاب والاحباب والتصويت باش يصوتوا لكم. دونك مبروك ريم شلبي واريج دغيس وسارة الزين، هما اللي مواصلين معنا الرحله في ستار ميد. ميرسي اساتذه، شكرا لكم، تحيه لاكاديميه الفنون بنابل. احنا مشوارنا مازال متواصل مع أليجريا حتى لسته نتاع العشيه، بعد شويه باش يلتحقوا بيا زوز ممثلين. راديو ميد لا راديو كي فوز ايكوت.